طبعا أقل المعرفة التي يحتاجها الإنسان من جهة الدواء أنه لا يستعمل دواء إلا بإرشاد الطبيب، إلا إن كان هذا الإنسان يعني يعلم هذه العلة التي عنده، ودائما الطبيب يعطيه هذا الدواء يستعملها. والأمر الثاني المهم أن يعرف العامة والإنسان العامي أن هذا الدواء استخدامه بشكل عشوائي أو بغير إرشاد الطبيب قد يترتب عليه مفاسد كبرى. بعض الناس يقول لك معي صداع ودائما أخذ المسكنات، يعني أمر لا يحتاج مثلا إلى طبيب يقول هذا الشخص، لكن مع الأيام يقول الأطباء هذه الأدوية استخدام هذه المسكنات قد يتسبب بالفشل الكلوي مثلا. فيجب على العامة معرفة هذه المسائل على الأقل.